بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم عنوانها الاحتلال الصليبي لفلسطين. هنالك إشكالية حول اسم هذا الموضوع أو عنوانه الاحتلال. ماذا نقول؟ الحملات الصليبية، الاحتلال الصليبي، الغزو الصليبي لفلسطين، ما هو العنوان الأنسب أو التسمية الأنسب لهذا المسمى؟ إيش رأيكم؟ كثير مشهور في الكتب إنه الحملات الصليبية. تفضلي. من وجهة نظري أنا أرفض مصطلح الحملات. يمكن لأول واحدة يتبادر إلى ذهن إنه الحملات يعني لا توحي إلى غزو أو لا توحي إلى عدوان أو إلى احتلال لأول واحدة. فأنا أرفض الحملات. يمكن الاحتلال أو الغزو ربما يكون أصح من الحملات. نعم. والاحتلال أو العدوان أيضا هو عدوان قام به هؤلاء، والاحتلال العدوان الصليبي على فلسطين. طبعا استمر هذا العدوان من القرن الخامس الهجري حتى القرن السابع الهجري أو القرن الحادي عشر الميلادي وحتى القرن الثالث عشر الميلادي. كيف كانت أوضاع الأمة عشية العدوان الصليبي، العدوان الأوروبي، عدوان الفرنج على وطننا العربي أو وطننا الإسلامي؟ كيف كانت أحوال الأمة؟ هل كان هنالك دول قوية وحكام صالحين أم كان هنالك عكس ذلك؟ كان هناك حالة من التمزق، حالة من الفساد، وحالة من التعاون أحيانا مع الصليبيين. حالة من التعاون، هيك نقولها؟ تعاون. كثير هالأيام ممكن مصطلحات تخفف من حجم الجريمة، هنالك مصطلحات أو تسميات تخفف من وطأة الجريمة. لا، كان في عمالة أحيانا وفي رغبة في التحالف مع الأعداء ضد الأهل، ضد الأشقاء. هذه كانت الحالة. مثلا الدولة الفاطمية في مصر كانت دولة ضعيفة بشكل كبير، وفي فترات تالية من الحروب الصليبية اتصل وزراء مهمين من الدولة الفاطمية بالصليبيين وعقدوا معهم اتفاقات. وأيضا الدولة الفاطمية لم تتردد في أن تستغل حالة العدوان التي يشنها الصليبيون والانشغال انشغال السلاجقة عن بلاد الشام بمواجهة العدوان الصليبي، وأيضا جاءت لكي تعتدي أو لكي تضع لنفسها موطئ قدم وتأخذ تنتزع فلسطين والقدس على وجه التحديد من سيطرة السلاجقة. طيب، الخلافة العباسية في العراق أيضا كانت عاجزة. الخلافة العباسية في العراق كانت عاجزة. السلاجقة كونوا إمارات. طبعا السلاجق الأتراك السلاجقة كانوا هم المسيطرين في قصر الخلافة وكانوا مؤيدين للخلافة، لكنهم أسسوا إمارات أو بعضهم أسس إمارات كانت متنازعة مع بعضها البعض، كانت متنازعة مع بعضها البعض. طب حالة بلاد الشام كيف كان حالة بلاد الشام؟ كانت أحيانا تكون تحت سيطرة الفاطميين وأحيانا أخرى تحت سيطرة السلاجقة، وفي بين هذين الوضعين كانت في بلاد الشام عموما محل نزاع بين السلاجقة المؤيدين للخلافة العباسية وبين الدولة الفاطمية التي أطلقت على نفسها اسم خلافة وأصبحت تتصرف على أنها صاحبة الحق في حكم كل بلاد المسلمين. هذا الحال هو أو هذه الوضعية، هذا الحال هو الذي كان عليه المسلمون
تحديدا الدول التي كانت تحكم المسلمين في مصر والعراق وبلاد الشام أيضا. طيب هذه الحالة، في مالك مفكر عربي جزائري اسمه مالك بن نبي أوجد مفهوم أو أطلق مصطلح سماه مصطلح القابلية للاستعمار، إنه لا يمكن أن يحتل بلد إلا إذا كان عنده استعداد لأن يستقبل هذا الاحتلال، وهذه حالة مثالية لوضع يمكن أن يستقبل الاستعمار ويستكين لهذا الاستعمار عندما يكون هناك حالة من التمزق، حالة من التشرذم، حالة من العداء أيضا بين أطراف الأطراف الإسلامية التي كانت موجودة. لكن عندما نفضت الأمة عن نفسها القابلية للاستعمار تمكنت من أن تجتث هذه المستوطنات التي أسسها الصليبيون. في المحاضرة السابقة تطرقنا بشكل سريع لعوامل أو بواعث الغزو أو العدوان الصليبي على أرض فلسطين. طبعا أنا لا أستثني كلمات الحملات الصليبية، كل المصطلحات الموجودة في الكتب نتعامل معها، ولكن نتعامل معها بشكل نقدي، نقول يطلق اسم الحملات الصليبية لكن في حقيقتها هي عدوان، هي احتلال. الباعث الأول هو الباعث الديني. طبعا يجب أن نتفق على أنه لا يوجد عامل واحد، لا يوجد عامل واحد يحرك حدثا كبيرا وضخما، هنالك مجموعة من العوامل. العامل الديني، العامل طبعا هذه المجموعة من العوامل تتفاعل مع بعضها البعض لكي تنتج ظاهرة تاريخية معينة. الباعث الديني، العامل الأول أو الباعث الأول هو الباعث الديني. كيف ساهم الدين في تحشيد وتحفيز وإخراج هذه الحملات؟ طبعا الدين من أقوى المؤثرات على الناس، الإنسان، الدين من أقوى المؤثرات على الإنسان. فعندما يستصرخ الإنسان، عندما يحفز الإنسان على الخروج لتحقيق هدف ديني، تجد أن أعدادا كبيرة من الناس تخرج وتتحفز بشكل يعني كبير. فعندما أطلق إربان الثاني نداؤه اللي هو البابا المسيحي عام 1095 في مجمع كليرمونت، عندما أطلق نداؤه للمسيحيين لكي يخرجوا لكي يحرروا قبر المسيح ولكي يؤمنوا حجهم إلى كنيستي القيامة وكنيسة المهد، هذا جعلهم يتحفزون ويخرجوا أيضا. إضافة أنه في هذه المرحلة الحج المسيحي إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين كان قد تزايد، وعندما نهضت قوة السلاجقة اعتقدت الدولة البيزنطية ومعها البابا، اعتقدوا أن هذه القوة وهذا الصعود للسلاجقة من شأنه أن يعيق التسهيلات التي كانت ممنوحة للحجاج المسيحيين، وهذا جعلهم يتحركوا يعني نحو فلسطين من أجل احتلالها، ظنا أنه يعني هذا سيساعدهم على تأمين الحج، أو ادعاء لأنه الحج كان ميسرا وسهلا وكان الحجاج يستقبلون وتيسر أمورهم بكل سهولة ويسر. الباعث الأول قلنا الباعث الديني. الباعث الآخر والعامل الآخر هو العامل الاقتصادي. لماذا؟ كيف شكل الاقتصاد عاملا؟ وهل يؤثر الاقتصاد؟ نحن لا ننفي، عندما أقول نحن يعني نحن المسلمين لا ننفي أثر الاقتصاد، لكن خلافنا مع الفكر الماركسي مثلا أنه يجعل الاقتصاد هو العامل الوحيد المسؤول عن تحريك الناس، المسؤول عن إنتاج الظواهر التاريخية والاجتماعية والسياسية. يقول لك الاقتصاد فقط، المادة، الإنتاج هو فقط الذي يؤثر الاقتصاد، ولكن ليس عاملا وحيدا وإنما هنالك عوامل أخرى. طب كيف أثر الاقتصاد؟ كيف ساهم العامل الاقتصادي
في دعم مين؟ تقول لي. أولا الخيرات الموجودة في بلاد فلسطين، حيث هناك مقولة بأن أرض فلسطين تفيض لبنا وعسلا. نعم. ويعني بشكل عام الخير اللي بأرض فلسطين. نعم. إذا تجاري أو طريق تجاري. نعم. إذا البابا حرضهم أنه اذهبوا إلى أرض اللبن والعسل، هذا واحد. اثنين، الحياة في أوروبا كان هنالك فقر شديد، وبالتالي الناس تبحث عن مجالات يمكن أن تنتفع منها، الناس تبحث عن مجالات يمكن أن تنتفع منها، وسمعوا أنه يوجد خير بفلسطين. نظام الوراثة اللي كان موجود، كان مثلا ابن الإقطاعي أو ابن الفارس، أبناء مجموعة أبنائه، الابن الأكبر يرث كل المال وبقية الأبناء يصبحوا فقراء، وبالتالي بدأ هؤلاء يفكروا في مكتسبات خارج أو في ممتلكات خارج حدود بلادهم. أيضا الفلاحين، ما يعني كان يدفعوا ضرائب باهظة، وأحيانا بتكون عليهم ديون وتتراكم هذه الضرائب. كل من يريد أن يهرب من الضريبة أو الدين كان يخرج مع الجيوش الصليبية المعتدية على فلسطين. لذلك كل هذه العوامل أو هذه النقاط ساعدت على أن يخرج الناس بهذا الدافع الاقتصادي، إما هرب من دفع دين أو ضريبة، أو رغبة في الذهاب والوصول إلى أرض اللبن والعسل، أو رغبة في الحصول على ممتلكات، خاصة أن البابا كان يحفز الناس أنه كل من سيشارك في الحرب ستكون له امتيازات دنيوية. طب إيش بدهم أكثر من هيك؟ مشاركة في حرب بدها توديهم على الجنة اللي في الآخرة والجنة اللي في الدنيا كمان، وبالتالي خرجوا جميعا لكي يشاركوا في هذه الحروب. طيب بالنسبة للباعث السياسي، العامل الثالث أو الباعث الثالث للباعث السياسي، هل كان للسياسة دور؟ نعم، كان للعامل السياسي دور. أول شيء أنه بعد موقعة ملاذكارد أو معركة ملاذكارد 1071 التي انتصر فيها السلاجقة على البيزنطيين، بدأ الأباطرة، بدأ الحكام البيزنطيون يستنجدون بالبابا في قوة، تقول تفضل يا ناس ساعدونا، تستصرخ يا ناس ساعدونا على درء هذا الخطر الذي يمثله السلاجقة. احنا بنعرف انه الاوروبيين وبالذات القسطنطينية تم حصارها منذ عهد الامويين، تم حصار القسطنطينية وفي عهد العباسيين اكثر من مرة، اضافة الى الحكم الاسلامي داخل الاندلس. فعندما تأتي مثل هذه الصرخة أن المسلمين يزحفون باتجاه القسطنطينية، أكيد الغربي والقسطنطينية شكلت عامل صد كبير للفتح الإسلامي، حالت دون تمكين المسلمين من الدخول إلى شرقي أوروبا فترة طويلة من الزمن. لذلك عندما جاء هذا الاستنجاد بدأ المسيحيون في الغرب يفكرون في ضرورة صدها، يعني أي إمكانية لوصول المسلمين إلى شرق أوروبا. العامل الثاني أيضا، هنالك كان رغبة جامحة في السيطرة على واحتلال القدس. احنا بنعرف انه في الخبرة التاريخية الأوروبية اليونان احتلوا بيت المقدس، صح؟ الرومان أيضا احتلوا بيت المقدس، وجاء هؤلاء، هذا جزء من الصراع، يعني الشرق والغرب منذ فجر التاريخ وهنالك صراع مستمر بين كل قوة تظهر في الشرق والقوة التي تظهر في الغرب، منطقتين مختلفتين، مصالح مختلفة، وأيضا أصبحت هنالك عقائد مختلفة في طب الآن هذا بالنسبة للعوامل. كم عدد نقول الحملات الصليبية أو الهجمات، العدوان، الغزوات الصليبية،
كم عددهم؟ بيقولوا 7 أو 8 بيعددوهم 7 أو 8، في البعض بيقول 7 و8، لكن هو بيصعب الفصل. كان سيل الحملات مستمر، حتى الحملة الأولى التي جاءت كان فيها أكثر من جيش، مثلا حملة الأمراء أكثر من جيش كان موجود فيها، وفي فبالتالي الأفضل أن يعني بعض الكتب بتقسمها إلى مراحل، وهذا التقسيم الأفضل والأسهل. المرحلة الأولى من عام 1099 وحتى عام 1144، وهي عصر الاحتلال، الفترة اللي حصل فيها الاحتلال وتمركز بشكل كبير. المرحلة الثانية من 1144 ل 1187، وتشمل عهد الصحوة الإسلامية التي استهلها عماد الدين زنكي ووصلها ابنه نور الدين محمود، وطبعا صلاح الدين اختتمها بانتصاراته في حطين وتحرير بيت المقدس، في حطين وتحرير بيت المقدس. المرحلة الثالثة بعد 1187 وتضم عهد الحروب الصليبية الصغيرة التي رافقت بوجه عام القرن 13 الميلادي، وبرزت فيها بطولة الأيوبيين المتأخرين وأيضا بطولة المماليك الذين أكملوا اقتلاع المستوطنات الصليبية من بلاد الشام. إذن عندنا 3 مراحل رئيسية للعدوان الصليبي على بلادنا. كيف بدأت الحملات؟ طبعا الحملة الأولى بعد التحريض اللي حصل بسموها حملة الشعوب، حملة الشعوب، حملة خرج فيها عامة الناس، وكان أبرز قادتها بطرس الناسك، أحد الرهبان اللي اسمه بطرس الناسك. تم تعبئة الناس بشكل قوي وبشكل كثيف. على فكرة يعني البابا، طبعا الامبراطور أليكسيوس الامبراطور البيزنطي استنجد بالبابا، لم يستنجد بأي ملك من ملوك أوروبا في ذلك الوقت، لأنه كانت أوروبا ممزقة، الملوك سلطانهم في العصور الوسطى ليس سلطانا حقيقيا، ليس سلطانا قويا، وإنما البابا كان هو أقوى شخصية. والبابا أيضا ركز على توجيه خطابه لعامة الناس، للرهبان، للقساوسة، للعامة، للفرسان أيضا. والحملة الأولى التي خرجت كانت من عامة الناس، وكان البابا حريصا على تأكيد الطابع الديني لهذه الحروب، وكان على رأس هذه من أشهر القادة اللي طلعوا، كان بطرس الناسك. بطرس الناسك كان من أشهر الذين خرجوا على رأس هذه الحملات. الحملة اجتازت هذه الحملة أوروبا الشرقية ووصلت إلى القسطنطينية، طبعا القسطنطينية من أوروبا صح، ثم بعد ذلك نزلت إلى آسيا الصغرى. هناك الاشتباكات والمعارك، تصدى السلاجقة لهؤلاء، تصدى السلاجقة لهؤلاء، واستطاعوا أن يوقعوا بهم هزيمة منكرة، قتلت أعداد كبيرة جدا، والناجين هربوا إلى القسطنطينية لكي يحدثوا، وهم في طريقهم راجعين يحدثوا الناس عما أصابهم من قتال المسلمين. يبدو أن هذه المعركة حفزت الأوروبيين، أنه في قوة إسلامية قوية استطاعت أن تفعل كل، أن تقوم بكل هذا الجهد، وبالتالي بدأوا يستعدوا. شكل الحملة التي جاءت بعد ذلك أطلق عليها اسم حملة الأمراء، وهي في ترتيب الأوروبيين حملة الشعوب بيشطبوا عليها، بعدوهاش، وكأنها تهيئة أو تسخين، أو هذه بسموها الحملة الأولى، هم بسموها الحملة الأولى أو حملة الأمراء. نعم، الحملة الأولى أو حملة الأمراء. هذه الحملة يعني وصلت آسيا الصغرى عام 1097، طبعا كانت عبارة عن جيوش
يعني متعددة، جاء من إيطاليا ومن فرنسا، لكن فرنسا كانت من أكثر المساهمين في هذه الجيوش. لماذا؟ إنه كان في فرنسا مرت مجاعة في ذلك الوقت، في فرنسا مرت مجاعة في ذلك الوقت، وأيضا حالة الفقر كانت أكثر شدة من غيرها، وبالتالي الناس خرجوا بحثا عن يعني مصالحهم. دخلت آسيا الصغرى الحملة، وبعد معارك طاحنة اجتاز الصليبيون يعني الدروب والطرق المختلفة، ورغم صعوبة يعني نعم. كانت جيوش منظمة، شارك كل من أراد أن يتطوع شارك. هي الجيوش كيف كانت؟ ما كانش في جيوش ثابتة، كان الفرسان هم الذين يجمعون المقاتلين، كانوا بيشاركوا ما كانش في جيوش نظامية ثابتة. الجيوش النظامية الثابتة مع القرن الخامس عشر تقريبا بدأت، أو نهاية القرن الخامس عشر. يعني كان نداء، وأحيانا غصبا عنهم بيطلعوا الناس، بس كان في اندفاع في هذه الحروب بسبب العوامل المتعددة التي ذكرناها. كان هنالك اندفاع بسبب العوامل المتعددة التي تحدثنا عنها. طبعا الأوروبيين لما بدأوا يدخلوا هذه المنطقة، في عندهم حر هم مش متعودين عليه، في عندهم أيضا معداتهم ثقيلة، المؤن كلها، كان في صعوبة كثير، أيضا واجهوا معارك حقيقية ومات منهم أعداد، قتل منهم أعداد كبيرة جدا، لكنهم تمسكوا بالهدف، وللأسف الشديد أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى هذا الهدف. على فكرة، أي مقاتل، أي ثائر، أي طرف، أي إنسان عادي، إذا تمسك بالهدف بيصل له، لكن إذا تاه عن الهدف جهده راح يضيع. تمسكوا بالهدف بشكل كبير جدا، واستطاعوا أن يصلوا إلى هدف، خاصة إنه المرحلة كما قلنا في مقدمة في بداية هذه المحاضرة، إنه المرحلة التي جاءوا فيها وكأنهم اختاروها. طبعا هم لا اختاروها ولا خططوا لها، جاءت الأمور معهم يعني بهذه الطريقة. حالة الخلاف والانشغال بالخلافات الداخلية سهلت عليهم كثيرا، سهلت عليهم. بعض المؤرخين الأوروبيين حتى يقولوا لولا الخلافات لم ينتصر الصليبيون بسبب قوتهم، ولكن بسبب حالة الخلاف والتشرذم التي كان يعيشها المسلمون في ذلك الوقت. لذلك يعني دائما يجب أن نكون أنصار للوحدة وأنصار للعمل يعني المشترك بين كل العرب وكل المسلمين وكل البشر أيضا، لكن العمل المشترك من أجل الخير ومن أجل البر ومن أجل الآن الصليبيين داخلين والسلاجقة بيقاتلوا فيهم، مين اللي بده يستغل الفرصة؟ الفاطميين، وذهبوا لكي يأخذوا بيت المقدس أو يسيطروا على بيت المقدس ويطردوا الأراتقة الذين كانوا موالين للسلاجقة في تلك المرحلة. لأن تجمع الصليبيون حول أنطاكيا، وأنطاكيا كانت مدينة حصينة منيعة بشكل كبير جدا، إلا أنهم استطاعوا أن يحتلوها عام 1098 ميلادي، وواصلوا زحفهم. أراد الصليبيون أيضا أن يغتنموا الفاطميون عفوا أراد الفاطميون أن يغتنموا الفرصة، فأخذوا يرسلوا الوفود لمين؟ للصليبيين، يعرضوا عليهم خذوا شمال بلاد الشام وأعطونا جنوبها، لكن الصليبيين لم عدة وفود من جانب الفاطميين وصلت إليهم، لكن الصليبيين لم يأبهوا ولم يحترموا. يعني تلقائيا لما بيجي بيكون أنت رايح في مهمة وبيجيك واحد بيقول لك إيش رأيك تقاسم؟ تقاسم إيش؟ ملك أخوه،
ملك شقيقه، أنا لن يحظى باحترامك على الإطلاق، لن يحظى بالاحترام، فلم يعني يأبه. وفي أنطاكيا قائد صليبي اسمه بوهاماند أصبح هو قائد أنطاكيا بعدما احتلوها، وتوجه قائد آخر اسمه ريموند على رأس الحملة إلى بيت المقدس. وصلوا بيت المقدس وحاصروا المدينة، وحاصروا المدينة. شوفوا ألقاب وأسماء الآن الخلفاء الفاطميين والقادة الفاطميين. الخليفة الفاطمي كان اسمه المستعلي، المستعلي. والوالي القدس اللي تولى الدفاع عنها، اللي مفروض تولى الدفاع عنها، اسمه افتخار الدولة، افتخار الدولة. والوزير الفاطمي اللي كان بتولى موضوع اسمه الوزير الأفضل. شوف كل ما الألقاب، كل ما الألقاب بصير التركيز عليها والاهتمام إبها، فهذه تماما هي زي ما بيقولوا كالهري يحكي انتفاشا صولة الأسد. يعني إذا الهر ادعى أنه أسد بصير أسد؟ عمره ما بصير. وبالتالي الاهتمام بالألقاب وبالأشكال، هذه مسائل غالبا ما تعبر عن حالة من النقص، يلجأ صاحب النقص للتعويض عنها باستخدام الألقاب يعني غير العادية. فافتخار الدولة كان مفروض يدافع عن القدس. الصليبيون حاصروا المدينة ثم اقتحموها، استطاعوا يعني الصليبيين اقتحموا المدينة، استفادوا من الغابات فلسطين، عملوا أبراج ضخمة تتحرك على أعجال، استخدموها في اعتلاء الأسوار. وفي القائد جودفري ومجموعة من الجنود اللي معاه اعتلوا الأسوار ودخلوها وفتحوا باب المدينة، فدخلت كل جنود الصليبيين دخلوا. افتخار الدولة دافع عدة أيام لكنه استسلم بعد ذلك، وطلب منهم أن يخرج الافتخار، طلب منهم أن يخرج من المدينة مع جنوده وبأمان. أعطوا له الأمان وطلعوه، هو راح لعسقلان اللي كان فيها القوات الفاطمية الرئيسية، واستفرد الصليبيون بالقدس وبأهل القدس، قاموا بالمذابح. بعض من نجا وهم قلة، بعض من نجا وهم قلة، ذهبوا العراق وحدثوا. الناس كانت تبكي عندما تستمع إلى ما حصل، يعني الدماء وصلت إلى غطت أجزاء كبيرة من أقدام خيول الصليبيين، ربما بمذابحهم قضوا على أغلب الوجود الإسلامي في هذه المدينة. حتى أن المسيحيين، بعض الكتب تذكر أن المسيحيين العرب استاءوا مما فعله الصليبيون في هذه المدينة المقدسة، لأنهم أرادوا أن يعني أن يحتلوا هذه المدينة وأن يسيطروا عليها سيطرة كاملة بدون أن يبقى فيها أحد من العرب المسلمين. حتى أن هؤلاء الصليبيين تنكروا للمسيحيين، تنكروا للمسيحيين. يعني في عهد الدولة الإسلامية لم تتدخل الدولة في تعيين الأساقفة أو البطريرك، كان دائما هذا قرار مستقل للمسيحيين. لكن في عهد الاحتلال الصليبي لم يشارك مسيحي فلسطين ولو مرة واحدة في تعيين البطريرك، ولو مرة واحدة لم يشاركوا في تعيين البطريرك. يعني هذه دولة أو هذا الاحتلال كان احتلالا يعني دمويا، رغبته في ليس في فقط الهيمنة أو السيطرة على البلاد، وإنما في إذلال أهلها وقمع أهلها، كانت رغبة كبيرة وكبيرة جدا. وطبعا بعدما أكملوا مذبحتهم ذهب قادة الصليبيين لكي يصلوا صلاة الشكر في كنيسة القيامة، وأيديهم طبعا ملطخة بدماء المسلمين. وتم تعيين جودفري
حاكم على بيت المقدس التي أصبحت منذ ذلك الوقت مملكة صليبية، أصبحت منذ ذلك الوقت مملكة صليبية. طبعا وصل سقوط، نبأ سقوط بيت المقدس إلى مصر، فحشد الوزير الأفضل جنده لكي يقاتل، لكنه هزم على يعني بالقرب من عسقلان. طبعا مملكة بيت المقدس، طبعا الصليبيين في عدوانهم هذا استطاعوا أن يكونوا أربع مستوطنات، أربع، وأنا أركز على استخدام مصطلح مستوطنة، أربع، ثلاثة منهم أطلق عليهم اسم إمارة والرابعة مملكة. مملكة هي بيت المقدس، أما الإمارات فهي إمارة الرها وأنطاكيا وطرابلس. الرها وأنطاكيا في شمال سوريا على الحدود مع تركيا، و طرابلس اللبنانية في لبنان، ومملكة بيت المقدس. هذه كانت مستوطنات. حاول الصليبيون طوال الوقت أن يمددوا هذه المستوطنات وسيطروا على بعض المناطق، يعني طبرية كانت تحت حكمهم، نابلس، عسقلان بعد 50 سنة سيطروا عليها، بعد 50 سنة حوالي من احتلالهم لبيت المقدس سيطروا على عسقلان، أحيانا غزة أيضا، لكن الأساس في مستوطنة في بيت المقدس. كان يتبعها بعض المدن التي يسيطر عليها الصليبيون، لكن كان هناك مدن بالكامل تحت سيطرة الفاطميين، مدن بأكملها تحت سيطرة الفاطميين كانت بشكل دائم ومستمر. إذن حاول الصليبيون أن يمددوا مستوطنتهم لكي يحولوا فلسطين كلها إلى مستوطنة واحدة تحت حكمهم، لكنهم فشلوا، لم يستطيعوا. فشلوا ليش؟ طبعا أنا بقول المستوطنة عشان نذكر، الاحتلال الصليبي هو احتلال استيطاني تماما مثل الاحتلال الصهيوني، تماما مثل الاحتلال الصهيوني، احتلال استيطاني إحلالي. إيش يعني احتلال استيطاني إحلالي؟ إحلال ناس مكان ناس، يعني طرد أصحاب البلد الأصليين وجلب آخرين، إحلالهم على شكل مستوطنات. على فكرة المسلمون في الفتوحات الإسلامية كانوا يؤسسوا مدن. إيش الفرق بين مدينة ومستوطنة؟ المدينة يسكن فيها كل الناس، المستوطنة يسكن فيها الغزاة، المستوطنة يسكن فيها الغزاة. حتى القدس اللي كانت مدينة من الأصل الموجودة قتلوا أغلب أهلها الصليبيون. إذن طب للأسف الاحتلال الصهيوني استطاع أن يمدد، كعمل مستوطنات صغيرة بالأول، استطاع أن يشبك بينها وأن ينشئ منها مستوطنة واحدة كبيرة يطلق عليها اسم إسرائيل، يطلق عليها اسم إسرائيل. لكن الاحتلال الصليبي فشل في أن يجعل، أن يمدد، أن يوسع حدود مستوطنته. لماذا فشل؟ فشل لسببين. في كان مقاومة شعبية منذ اللحظات الأولى، سنتحدث عنها في محاضرات قادمة، في مقاومة شعبية، في رفض من الناس. اثنين، كان في مقاطعة اقتصادية أيضا، كان يحاول الصليبيون احتكار الاقتصاد البلد وتجارة البلد، لكن الناس كانت ترفض. طبعا بخلاش الأمر أنه بيصير في تعاون في بعض المراحل، لكن أنا بتحدث عن السلوك العام. إذن في حاجتين، في مقاومة شعبية، معنى مقاومة شعبية مش إنها يعني مقاومة سلمية، لا، الناس جميعها تقاوم هذا المحتل بكل الوسائل المتاحة وبكل الوسائل المتيسرة، وفي مقاطعة اقتصادية. مهم جدا أي احتلال أن يجابه بمقاومة كل الناس وبمقاطعة كل الناس أيضا لهذا الاحتلال، وليس جودفري عمل نظام إقطاعي زي في أوروبا، في إقطاعي وعنده فرسان
وفي فلاحين بيشتغلوا، لكن الناس يعني اغلب طبعا غالبيه العظمى مسلمين، وحتى المسيحيين كانوا معترضين في غالبيتهم على الاحتلال الصليبي، فرفضوا التعاون في الغالب مع هذا النظام الاقطاعي، ونصبوا كمائن وقاتلوا المحتلين. احتلال الصليبي في فلسطين احتلال قلنا استيطاني. طب في التجربة التاريخية عموما، تجربة الإنسانية عموما، ما هو مصير ومآلات الاحتلال الاستيطاني؟ احنا في مقدمة الحديث واحنا بنحكي بالمحاضرة الأولى عن الاحتلال الصليبي، وهو موضوع مهم بالنسبة لي كثيرا أن نتعرف، يعني على فكرة دولة الاحتلال تهتم كثيرا بدراسة تجربة العدوان الصليبي، لأنه مشابه، ولأنه انتهى هذا العدوان الاستيطاني بالاقتلاع. تخشى دولة الاحتلال أن يكون مصيرها وأن يقول مصيرها الاقتلاع، فيتريد أن تدرس هذه التجربة وتتعرف على العوامل التي منعت الاستيطان الصليبي من الاستمرار. ما هي مآلات الاحتلال الصليبي، الاحتلال الاستيطاني؟ في عدة نماذج في التاريخ. في نموذج المستوطن الأبيض الذي غزا أمريكا الشمالية وأباد الهنود الحمر وأقام دولة للمستوطن الأبيض، هذا نموذج المستوطن، استطاع فيه أن يبيد السكان الأصليين وأن يسرق أرضهم ويتملكها. اثنين، في نموذج آخر، نموذج أيضا المستوطن الأبيض الذي غزا جنوب أفريقيا، لم يستطيع أن يقتل أو أن لم يستطيع أن يبيد سكان البلد الأصليين. طب ماذا فعل؟ احتلهم، هيمن عليهم، استعبدهم، أقام نظام تمييز عنصري عندهم لفترة طويلة من الزمن. بعد هيك ما الذي حدث عند هؤلاء الناس؟ ثار أصحاب البلد الأصليين وقوضوا النظام، ما اقتلعوش المستوطن وطردوه، وإنما قوضوا النظام التمييز العنصري واستردوا حكم البلاد، استردوا حقهم في حكم البلاد. هذا نموذج ثاني. في نموذج الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر، ونموذج الاستعمار أو الاحتلال الاستيطاني الصليبي في فلسطين. هذان النموذجان كان مصيرهما الاقتلاع. طب أي مصير ستواجه إسرائيل؟ مش احنا ندرس التاريخ حتى نستفيد؟ أي مصير سيكون مصير دولة الاحتلال الاستيطاني الصهيوني المسمى إسرائيل؟ الرابع إن شاء الله رب العالمين. إحنا مشكلتنا ليست مع الإنسان، الأفضل يعني أن نقتلع هذا المستوطن. وأنا أعتقد إنه مصير هذا الاحتلال الاستيطاني سيكون الاقتلاع، يعني ليس بالضرورة أن يتجمع في أماكن أخرى. أنا قريت إنه فكرة الاستيطان عند اليهود أخذوه عن الصليبيين لما كانوا يطلعوا من الإمارة تاعتهم يروحوا يحاربوا ويسيبوا البلاد خاوية، فيجي المسلمين يستغلوا هذه الفرصة ويجوا يحتلوا البلاد الخاوية هاي وبالتالي ينتصروا على الصليبيين، لما ينهزموا يرجعوا يلاقوا المسلمين احتلوا البلد. فاليهود تعلموا هذا القصة، عشان هيك لما بصير حرب عند اليهود أو بصير مواجهة في مكاننا أنشأوا المستوطنات حماية للأماكن الفارغة هاي اللي تركوها، فإجت فكرة الاستيطان. فكل مكان هنا عندنا في، وزي ما بنعرف تقسيمات المستوطنات على الخريطة، إنه في كل بقعة في كل شبر في كل منطقة في استيطان. فكيف السؤال اللي إحنا نسألك إياه، كيف بدنا نطلع هذا الاستيطان؟ إن كل ماله بتزاير. نعم بلا شك بيزيد هذا الاستيطان، مش احنا بلا شك يعني اكيد الاستيطان الصهيوني بيتزايد، ويعني يهدد ما تبقى من مساحة محدودة يعني يمتلكها الفلسطينيين.
أو يمتلكها أبناء الشعب الفلسطيني، لكن يعني كيف لا أمتلك، يعني من ناحية العملية لا أمتلك إجابة جاهزة إنه كيف، لكن هذا التفكير الجماعي والسلوك الجماعي هو الذي من شأنه يعني أن والقدرات المختلفة التي يمتلكها أبناء الشعب الفلسطيني هي التي من شأنها أن يعني تقتلع في النهاية هذا الاستيطان. أنا من خلال قراءة التاريخ أستطيع أن أقول أنه لا مستقبل لأي احتلال استيطاني على الإطلاق. إذا لم يتمكن من إبادة السكان الأصليين فلن يتمكن هو من البقاء، وفي حالتنا لن يتمكن من الإبادة، لأنه فلسطين ليست ملكا لنا وحدنا كفلسطينيين، هي ملك، يعني هذا المستوطنة موجودة في بحر من العرب والمسلمين. إذا لم يستطيع أبناء فلسطين وحدهم أن ينجزوا المهمة حتما سيأتي آخرون. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي كيف أنا بالمقاومة، قلنا بالمقاومة وبالمقاطعة استطاعوا أن الآن ما هو شكل المقاومة، هذا يتطور، مرة كان بالحجر ومرة كان بالبندقية بالعملية الاستشهادية بالصواريخ ربنا يعني ربما بالتكنولوجيا في المستقبل، يعني أسلحة تكنولوجية، يعني هذه أساليب. قديش يستطيع أبناء الشعب الفلسطيني أن وأبناء الأمة أيضا قديش بيقدروا يعملوا عقولهم لكي يبتكروا أساليب جديدة ورؤى جديدة وأفكار جديدة لاقتلاع الاحتلال، هذا سيعجل من الوقت الذي سيقتلع فيه الاحتلال. إذن بالإطار العام أستطيع أن أقول لا مستقبل الاحتلال، وأيضا في الإطار العام أستطيع أن أقول أنه بالمقاومة التي تتطور أشكالها والتي يجب أن تطور أشكالها وأساليبها وفلسفتها أيضا لأجل اقتلاع الاحتلال. في المحاضرة القادمة سنكمل الحديث عن الاحتلال الصليبي لفلسطين إن شاء الله رب العالمين.